معكم من عندها، لانه حرفيا كلش مفيده. تكون ستيل قياسها 3 لتر، قياسها كبير، بها اكثر من سرعه، سرعتها كلش زينه حبايب وممتازه. ايضا السكاكين مالتها تكون رباعيه كلش حاده، فشي كلش انصحكم به. اما سعرها 15000. شوفكم الجمال، ضغطت صابون سائل بهذا الشكل الكلش حلو حبايب، تكون ملونه ومالتها الغطاء باللون الذهبي. طبعا متوفر بها اكثر من لون، اللون الاسود والابيض والرصاصي. سعر القطعه 3500. مقدمة اكريليك حبايب تجننوا، عبارة عن نزاكة. شوفوا الجمال، شي كلش حلو. الغزالة، اهم شي الغزالة حبايب، باللون الذهبي. طبعا المقدمة متوفر بها اكثر من لون، متوفر بها هذا اللون الشفاف واللون العسلي او الذهبي وهذا اللون الثالث، فشي كلش حلو. سعر قطعة بلاش حبايب 1750 بس. قياسة اكريليك كلش حلوة حبايب، شوفوا الجمال، قياسها كبير، تفيدكم تخلون بها الزلاطة او الفواكه، الاشياء اللي انتو تعجبكم. ايضا بها عمق، سعرها 1000 دينار، راح تلقوها بالطابق الثاني. مصفي ستيل قياس 25، سعرها 1000 دينار. ايضا حبايب متوفر بها القياس الكبير 29، سعرها 1500. حبايب اليوم البداية مالتنا، شوفوا شنو رجعنا نجيبنا لكم من جديد. سيت الماعون الزجاج الحيل حبيتوه، وهالمرة عرض خاص متكون من 33 قطعة، يكون زجاج كريستال شكله كلش حلو. الإطار مالته باللون الذهبي، طبعا الطلاء ثابت، وبنفس الوقت حبايب قياساته كلش مناسبة، يعني راح تفيدكم بأكثر من قياس، يعني 33 قطعة، 5 كاسات، بكاسة صغيرة، كاسة وسط، والكاسة الكبيرة. وأيضا حبايب هذا ألفي كبير وماعين وسط وكبيرة، يعني فتشي كلش مفيد وبنفس الوقت كلش حلو. أما سعره هالمرة 38000. مثل ما تعرفون مجمع فيصونص البضاعة أبد ما تخلى، وكل يوم نجيب لكم بضاعة بأشكال وألوان. هالمرة حبايب البضاعة غير، جبنا لكم هاي أشياءات كلش حلوة وراح تستفادون منها. اما بالاسعار مثل ما تعرفون باسعار مجمعنا، مجمع فلوس ونص الاسعار بلاش. اما بخصوص البضاعه فالشيء احلى من شيء. يلا حبايب تعالوا نورونا بالمجمع، راح نعرض لكم البضاعه عم تستفادون من عندها، وتابعوا الستوريات اول باول والبوستات، لان راح نشر لكم اي شيء يجي جديد. وتشوفون حبايب جمال هاي الرفوف، تعالوا خليني اشوفكم شنو بيها. اول شيء اشوفكم هذا الشهردان اللي يكون زجاج باللون العسلي او الذهبي، قياسه كبير، شوفوا جمال الغطاء، فتشي حرفيا حبايب كلش فيه خير، يجنن. سعره 4000، طبعا متوفر به القياس الصغير، سعره 3000. تقدرون تاخذون مفرد او تقدرون تاخذوا اثنيناتهم، تسوون مثل السيت. تعالوا ايضا حبايب خليني اشوفكم الشكل الثاني للشكردان، كلش حلو. تخيلوا هذا الجمال، السعر 2500 بس. ايضا حبايب متوفر نفس الشكل، مزيته زجاج بايركس، بها قياسات، سعرها 6500 بالاضافه حبايب بعد متوفر بها اكثر من قياس، متوفر بها القياس الكبير. تقدرون تاخذون يعني مجموعه من هاي الشغلات تسوون سيت كامل كلش لطيف، او تريدون تاخذون مفرد. اشوفكم حبايب التختة الخشب اللي تكون بهذا الشكل، بها يده. طبعا حبايب تريدون تسووها تختة للتقطيع او الثرم، او تقدرون تسووها تختة مثل الصينية اللي تخلون بها البيتزا وهالسوالف، ايضا يعني ترهم. متوفر بهذا الشكل، متوفر بها الشكل الدائري. سعر القطعة 1000 دينار. اشوفكم حبايب سية الاستكان الزجاج اللي كلش كلش حلو، شوفوا جمال الماعون، وشوفوا جمال الاستكان، كل شيء عبارة عن نزاكة، كلش نازك ولطيف وحلو. السيت متكون من 6 قطع، أما سعره 9000 حرفيا يخبرون. أول شيء حبايب أشوفكم هاي الصينية الأكريليك اللي بيها نقشة رمضانية كلش حلوة، شوفوا الجمال، اليد مالتها تكون باللون الذهبي، متوفر بيها اللي تكون بالشكل البيضاوي. أيضا حبايب متوفر بيها اللي تكون بهذا الشكل، الالوان مالتها والنقشات حرفيا وحده احلى من الثانيه. وحبايب ايش تتوقعون هذا الجمال كله بسعر 1000 دينار بس. خل اشوفكم الشكل الثاني من الصينيه الاكريليك، شيء كلش حلو، يعني عبالك زجاج، قياسها ايضا كلش مناسب،
سعرها 2500. خل اشوفكم هذا الشكل الدائري، ايضا تكون اكريليك، الاطار مالتها باللون الذهبي، ايضا اليدات باللون الذهبي، شكلها كلش حلو. سعرها 2500. خل اشوفكم الشكل المربع، ايضا متوفر بيه اكثر من لون، سعره ايضا 2500. لكم حبايب من قلب حدث الهوستش اللي جبنا لكم سيت استكان زجاج شفاف قياسه كبير كلش حلو ونازك. حبايب تخيلوا 12 قطعه بسعر 6000 بس. بالاضافه حبايب بعد جبنا لكم هواي موديلات كلش حلوه للاستكان. طيب باب خشب بهاي الاشكال الكلش كيوت راح يفيدكم حبايب. خلوا جوا الباب حتى لا كل ساعة الباب مالتكم يسد. شوفوا الجمال، متوفر بهم اللون الابيض واللون الخشبي. سعر القطعة 1000 دينار. حبايب راح اشوفكم سيت جلاس زجاج حرفيا يجنن وعبارة عن فخامة. شوفوا الجمال، شوفوا الفتشي اللي كلش راقي، زجاج قياسه كبير طبعا التركي، الاطار مالته يكون باللون الذهبي الطلاء ثابت، فتشي يجنن. السيت متكون من 6 قطع اما سعره 9000. خفاقه الكلش نوعيتها زينه حبايب، تكون كلش قويه وعمليه، سعرها 1000 دينار واليد مالتها تكون خشب. شوفوا شنو جبنا لكم الجلاس، القصبه يكون زجاج، القصبه مالته جيلاتينيه بماسكه جلد، والاحلى شوفوا جمال اللؤلؤ، فتشي كلش حلو، والاحلى من هيج سعره 1000 دينار بس حبايب. نظرة الطعام الكهربائية اللي لازم حبايب كلكم عندكم من عندها، لانه حرفيا كلش مفيدة. تكون ستيل قياسها 3 لتر، قياسها كبير، بها اكثر من سرعة، سرعتها كلش زينة حبايب وممتازة. ايضا السكاكين مالتها تكون رباعية كلش حادة، فشي كلش انصحكم بيه، اما سعرها 15000. شوفكم الجمال، ضغطت صابون سائل بهذا الشكل الكلش حلو حبايب، تكون ملونة ومالتها الغطاء باللون الذهبي، طبعا متوفر بها اكثر من لون، اللون الاسود والابيض والرصاصي، سعر القطعة 3500. مقدمة اكريليك حبايب تجنن وعبارة عن نزاكة، شوفوا الجمال، شي كلش حلو. الغزالة، اهم شي الغزالة حبايب باللون الذهبي، طبعا المقدمة متوفر بها اكثر من لون، متوفر بها هذا اللون الشفاف واللون العسلي او الذهبي وهذا اللون الثالث. فتشي كلش حلو، سعره قطعة بلاش حبايب 1750 بس. هسه اكريليك كلش حلوة حبايب، شوفوا الجمال، قياسها كبير، تفيدكم تخلون بها الزلاطة او الفواكه، الاشياء اللي انتو تعجبكم ايضا بها عمق، سعرها 1000 دينار، راح تلقوها بالطابق الثاني. مصفي ستيل قياس 25، سعره 1000 دينار ايضا حبايب، متوفر بها القياس الكبير 29.